تحية إليك وللسيد الكريم. الله يحفظكم نور عيني. أحمد، وأنا من بغداد، أنا خادمكم. مخرج ارفع لنا الصوت. ونعم والله، الله يحفظك، نحن خدامكم. سيدنا أنا خادم لك وللشيخ. استغفر الله، بل سيدي ومولاي. بس خلنا خدمك رحمة لأمك وأبوك. والديك يا بعد عيني. أنا متبرع من 2013. ما شاء الله. أبو حيدر بالكاظمين. ونعم والله، أنعم وأكرم. تنصر الزهراء. وتظهر مظلوميتها. وهاي القناة مباركة، أنا خادمكم. استغفر الله. أطفال جوار شليف. خادم أهل البيت. الله. على روسنا. على روسنا. العظيم لو أعرف أبيع غراضي ما قصر ما شاء الله. أنت الشرف والعزة يا أخي. والله هذه عزة وكرامة لك إن شاء الله، وسام على صدرك يوم أن تلتقي بالزهراء عليه السلام. والله سيدنا من طلعت هاي القناة يلا عرفنا مظلومية الزهراء. شكر لله، الحمد لله. والله العظيم. صادق يا بعد يعني. نجم مولاتنا. هاي سيدة نساء العالمين. وويلة. هاي بضعة رسول الله. صلوات الله عليه وسلم. فسقها ظلمه يكسرون ضلعها. وويلة. يكون حقها. يا زهراء. هنا بالعراق يقول الاخوان كنا وشأن بغداد جديدة صار الانفجار يمن الباحة. الحمد لله على سلامتكم، لا اله الا الله. الله يسلمك. سيدنا انا ما اعرف شلون اعبر لك، اول شيء انا خادمكم. وانتم اخواني. وتؤمرون امر. يا بعد عيني. على العين والراس يا اخي لنا حسين. والله هذا كلامك هو نصرة ودعم وقوة وعزم لنا. الله يبارك فيك ويكثر من أمثالك وأن يحذو الرافضة حذوك. والله العظيم أنا أسجل، وإذا انفتح مكتب ببغداد أحد أول أعضاء بالمكتب أنا. ما شاء الله، الحمد لله. من 2013 أعتقد، إذا مو بالي، من 2013 دزيت اسمي. ما شاء الله. وتأمرون أمر عيون الشلعوها تأخذ على رأسنا. والله والله والديك. استغفر الله. أطلب منكم طلب رجاء. خجلتنا يا بعد عيني. نسمع طلبكم ونلبيه على عيننا. لا تنسون مظلومية الزخ. يا بعد روحي روحك، رحم الله والديك. أبد ما ننسى. خادم أبد والله ما ننسى حسينا ولا ننسى الزهرة. أقسم عليكم بالحسين الشيخ. سلام الله عليه. دون أن تقسم نحن حياتنا والنفس الذي نأخذه لنصرة الزهراء صلوات الله وسلامه. تركنا عيالنا وناسنا وأهلنا من أجل أن نأتي لنقول الحق في زمن عز فيه القائل. أي والله. بإذن الله تعالى لن نتراجع قيد أنملة ولن نتنازل أبدا عن نصرة الزهراء وعن ثلب أعدائها والنيل منهم. قسما يا الزهراء سنثأر، والله لا ننسى الزهراء عليه السلام. الله يبارك بك سيدنا. خاف يجي كم واحد يتصلكم يريد يربط من عزيمتكم. احنا خدامكم هنا ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يرضى عليك. ان شاء الله النصرة بالقليلة ان شاء الله. الله يكثر من امثالك، الحمد لله. حقيقة والله العظيم ادخلت السرور على قلوبنا، وقبل ذلك ادخلت السرور على آل محمد عليهم السلام. جزاك الله خير على هذه النصرة وهذا الصوت الحر الطاهر الذي يتكلم من القلب. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا بعد روحي. نطلعون ببرنامج الاخ جمال. الله ينصرك. انقطع من الاخ حسين. هنيئا لك، هنيئا لك. جزاك الله الف خير يا اخ حسين، رحم الله والديك. في الحقيقه هو هذا لب الموضوع، وهو هذا صلب الموضوع، وما تحركت لا انا ولا السيد ولا سماحه الشيخ ياسر الحبيب ولا اي فرد ولا اي عضو في هذه الهيئه المباركه الا انطلاقه لنصره الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وهذا المكان يا الذي نتشرف فيه بأن نجلس ونطلق هاتين القناتين المباركتين وكل الفعاليات الذي هو باسمها صلوات الله وسلامه عليها، نتنفس ذلك يعني العمل والروح لنصرتها صلوات الله وسلامه عليها، والهواء الذي نستنشقه هو بفضلها صلوات الله وسلامه عليها، ولن نتراجع أبدا عن نصرتها بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على نصرة الزهراء.